إنا لله وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين النجبا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا يا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم لبس الإسلام أبراد السواد حين أرد المرتضى سيف المراد ليلة من قضت إلا وقد غلب الغيء على أمر رشاد ما رعى الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل عباد فببيت الله قد جد له طاوي الأحشاء عن ماء وزاد قتلوه وهو في محرابه ساجدا ينشج من خوف المعادي عاقر الناقة مع شكوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالأيادي فبكته الإنس والجن معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى آدما وغدا جبريل بالوين ينادي تهدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي والسماوات الحية اتزلزلت وعلى الروح والبنات الهاشمية ابن الخدر فرا ابنهم وزينب تنادي عسى روحي قبل روحة تروح ريت تلفني يا ابويا ولا تخليني وتشكي وعولت واجدبت حسرة والدمع بالخد سار صيح يا عز انت قضوا للقبر قوض وشال
عجب يا سيف المنع يطغون يا موت الأبطال يا حسن يا حسين خلونا عن الكوفة نشفي ردت الكوفة عليكم يا اخوتي ردوا الوطن كاف لي شيخ العشيرة شال عنكم واندفن يا علي بعيد البلا جسمك يلفونه بجفن ما يفيد الأسف والحسرة ولا ينفع الوين قلت أنا بشيخ العشيرة الدهر يرجع لي يسعود عافني شيخ العشيرة واستحب لهم اللحود يا عن السفرة طويلة لو على أولادك تعود داب جسمي داب قلبي من مصابك والجسد مني نحيل ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها وإنه لا يؤتى البيوت إلا من أبوابها وتأكيدا على هذا المعنى قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه لقد علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف باب بهذا المعنى وبهذا الإيجاز أيضا حينما وقف النبي صلى الله عليه وآله على رؤوس الأشهاد ركبان خطبته في يوم غدير قم قال معاشر الناس تعلموا على أن أعلمكم علي وأشجعكم علي وقال أورعكم أكرمكم أتقاكم إلى آخر ما كان يصدره النبي على رؤوس الأشهاد أبان تلك الخطبة حينما كانت رجلي الإمام متدنيتين إلى ركبة النبي صلى الله عليه وآله وقد بان بيان إبطيهما إذ رفعه أمام الأشهاد مشيرا إليه بسبابته قائلا ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال إذن من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار فإن علي مع الحق والحق مع علي مع القرآن والقرآن مع علي معاشر الناس اعلموا على أن أعلمكم علي أشجعكم علي أورعكم علي أتقاكم علي إلى آخر تلك الصفات لا ينبغي للمسلمون أبدا أن يتشرذموا ولا أن يزايدوا ولا أن يضعوا هذا العلم المطلق في الميزان مضاهاة لغيره من واقع عملي ومن واقع تجربة أيضا ملموسة على أنه لا يوجد على وجه الأرض من هو بعد النبي صلى الله عليه وآله من هو أعلم من علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. وإلا لما صرخ سابقوها الذين ادعوا الخلافة حينما انتزعوها أنهم كانوا يقولون بعضهم يعني واحد منهم صرخ لا أبقى لله لمعضلة لم يكن فيها أبا الحسن وقال في موضع آخر قيل لولا علي لهلك ليش هلك هؤلاء حينما تبوأوا تلك المكان وهيمنوا على رقاب الناس وكانت القوة في أيديهم كانت القوة قوة قهر إجبار يعني لما يكون واحد بموقع القوة مو من منطلق الفهم على أن تكون لديه عدالة وأن يسيس رقاب الناس بالعدل يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه طلبت الرئاسة فوجدتها في النصح لعباد الله هؤلاء لما كانوا على رؤوس الأشهاد وكانوا يسدون رقاب الناس سادوها ظلما جورا وليس عدلا
لما يجي واحد ينشد العدالة بينهم وما يفتهم أن يميز بين الحق والباطل ويقول له روح بطلان الدعوة، يقول ليش؟ يقول له اصمت وإلا زججت بك في السجن. هاي القوة يعبر عنها قوة غاشمة، هي مستغلة فقط للصالح الشخصي، هي جاي هالحسس وهالحرس وهالناس اللي حواليه مو لخدمة الناس أبدا، لخدمته ومصالح الشخصية. ولذلك التوطين الذي كان في العهود الثلاثة يوطن إلى مسار انفرض عن الحق الأساسي، مجون عقائدي تجلى فيه اليوم تشوفه بكل مكان، فقط السكاكين اللي تقطر من أعناق بعضهم البعض لمجرد اللجاجة المعايير والاختلاف في الرأي، سكاكينهم تقطر دما من رقابهم. على كل يقول مولانا الإمام الصادق، حتى أنا ما أريد أن أسترسال في الكلام قدر من الإمكان ولا أن أطيل في تلك المقدمة لغاية أن ننشدها إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يعدنا على مثل هذه الليالي والأيام في حال إن شاء الله أفضل من هذه الأحوال، سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، ننعم بأسرانا إن شاء الله مخروج عنهم كلهم، الحاج أبو أحمد وابنه والحاج أحمد صالح وباقي المعتقلين جل المعتقلين. على كل يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله، حتى أبين لك ليش النبي صلى الله عليه وآله قال أعلمكم وأشجعكم في آل واحد. علم مقرون، شجاعة مقرونة بعلم، والعلم يتحقق من خلاله عدالة. زين هذا يجي أخذ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، خلي طلع على تكر الرهبان والقساوسة اللي قصدوا خليفة رسول رب العالمين، وقال لا ضير ولا عيب إذا فلان ما يعرف يقول أنا ما أعرف، مع أن ترتب على كلمة ما أعرف نصف نبوة محمد صلى الله عليه وآله ودينه أيضا، لأن قال إحنا نعرف على أن مسائلنا يجيب عليها نبي هو صين نبي. خلى على فكر هذه، تعال إلى هذا الأمر. الإمام الصادق يقول القضاة ثلاثة، قاض قضى بالحق وهو لا يعلم بأنه الحق فهو في النار، قاض قضى بالباطل وهو لا يعلم بأنه الباطل فهو في النار، قاض قضى بالعدل وهو يعلم بأنه العدل فهو في الجنة. يجيب لي في مطاف من يجيك الأفلام هي طقم اثنين، يجي لواحد من المسلمين يشكو يطلب يقول له سرقني فلان، حضر قال له عندك شهود، انتبه للمعنى عندك شهود، قال انا ما عندي شهود، لا عندي شهود ما اجي اسال لي واحد يعني بالعقل بالمصطلح المجاز العامي نحكيها الان، واحد حرامي يسرق امام الناس يعني حتى يقول لهم تعالوا ثبتوا علي الغوغا في وين هاي صارت؟ هو ما بتتحقق يعني هذا مفرض على ان هذا جاب له شهود، انت ما تحقق في الشهود وتتاكد ان شهادته مطابقه هي كما، لان مساله اشاعه الفاحشه بين الناس وتمس اعراض الناس وسمعتهم لابد ان تحقق الشهاده، مثل مساله اجل الله السامعين الزميل. هو ليش اربع شهادات؟ يقول لي اربع شهادات وجيبوا لهم، اذا اختلفت واحده من الشهادات تبطل، يقول للباقين اصمتوا والا اقمنا عليكم الحد، مو هذه اللي صرخ فيها لا، يقول لولا علي بن هلك ما يفتهم يعني المساله، قال له ما عندك شهود، لو عندك شهود ما تحقق في الشهود، يفرض ان انا مدعي على فلان بالباطل، جبت لي اربع شهود خمس شهود كلهم يشهدوا، هو ناس فيه متخصصين الان واقف لك على باب المحكمه، عندك فريضه يدخل لك بس فاقط ادفع 20 دينار يشهد لك، يطلع الاموال والاحياء كلهم اللي هو مين انت؟ هو القاضي شنو وظيفته؟ يحقق العداله بين الناس، هو جبت ما عندي اجيب احقق، اجيب استفسر احقق ويا اساله، لا لغى ببطلان الدعوه، ما عندك شهود روح. زين هذا رجل مسروق قوته وقوت يومه، يعني قوته وقوت عياله،
يعني هو رجال مثل هذا القصاب اللي هناك ثم بعد تطلع باخر المطاف راس المال يشتري بذبائح والربح يروح قوت يوم قوت عياله يصرف عليهم من وين؟ لا نافع ولا مستنفع صار ذاك الوقت. قال سرقني وسرق قوتي وقوت عيالي اللي قلنا اجيب لك شهود من وين؟ صرخ نادي علي مظهر العجائب. هو لانه قال اصمت والا زججت بك في السجن. شوف القوه اللي تقهر وما تحقق عداله من منطلق يعني هو جالس يظن نفسه لما صار خليفه على المسلمين صار قابل الناس بالباطل واكرههم على شيء. هو عداله ما اقول يمتلك القوه لابد ان تكون معها عداله والعداله ما تتحقق الا بعلم مطلق والعلم ما إن لم يسوده إيمان وورع وتقوى وإلا فاضرب به عرض الحائط بعد ما يحقق عدالة ولا شر. هو لأن اللي ما يهمه لا نبوة محمد ولا إسلام محمد صلى الله عليه وآله تريد يهم الناس وباقي الناس. هذا اللي قال سلم هذا ذلك يقول له يسألونه قال ما أعرف قال إن نبيكم ليس بنبي وإمامكم ودينكم ليس بدين ما مهتم مهتم في عامة الناس أبدا ما مهتم. معنى قاضي القضاء بالباطل وهو لا يعلم بأنه باطل فهو وين؟ في النار. هذا صرخ نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. مولانا أمير المؤمنين سمع الصيحة إجا واحد يندى وشنو كانت وظيفة أمير المؤمنين؟ فقط أغمد سيفه ولن يعتد بردائه واثني للوسادة وخلاص ما يحقق عدالة بين الناس. وواحد في أمة محمد يصرخ على مظلوم ومن ظالمنا من ادعى على أنه خليفة رسول رب العالمين. إجا ما الذي حدث؟ قال أنا فلان سرقني رحت إلى فلان أرغب أمر بمطلع الدعوة قال يجيب لك الشهود. يعني بالعقل يعني حرامي باي وراح يحط الاثنين يشوفونه يعني إجي. قال من خصمك ومن المدعى عليك؟ فلان جابه جاب الاثنين وقفوا امام الملأ. شنو وظيفتك وشنو وظيفتك؟ واحد يطلع جباس وواحد يطلع لا واحد جباس وواحد قصاب. هذا المسموم قصاب. قال له طلع دنانيرك. هذا القصاب قال دنانير ما عندي سرقها هذا الرجل ما عندي بجيبي ولا دينار. قال له طلع دنانيرك هذا كسبك هذا يعني كسبك اليوم؟ قال له بلى هذا كسبي. قال له خلنا حسب الدنانير. قال حسبهم طلعت هنكف الدينار امر بإناء مغلي واكواب بعدد الدنانير وامر ان تلقى الدنانير في الاكواب طفح السمن والدسم. مو هذا الجزار السلم الفلوس والدنانير مسكوكه بيده التي فيها متلطخه بالشحم باللحم الى اخره. وين يلتصق بالدنانير؟ الدنانير لما نزلوها وفيها شحم هذا الشحم يتحول الى سم يعني نفس الدسم. وين غلط؟ وين؟ على الصدق. قال انت سرقت. صدق هذا الرجل انت سرقت. قال لا مالي حر علي. قال شنو وظيفتك؟ جباس. قال شنو وظيفتك؟ قصاب. قال انظروا لي اليس هذا شحم ولحم الرجل يعني هذا اللي يجب وظيفته. يقول هذا صرخ لا أبقاني الله لواظبة لم يكن ثيابا حسنا. ليش تفتي من رأسه؟ لا يقاس الدين بالرأس. مو هذا قياس الدين بالرأس هو اللي عقف عليه هذولين الجماعة أبو حنيفة النعمان وجماعته يقيس الدين بالرأس. على كل حال إذا بهذا المعنى لقيت من واقع العملية هذا اللي كان يسدد هؤلاء للصواب ولولا وجود امير المؤمنين لعالك ولبالك ولساخت بمن عليك. هذا في الجانب اللي يتعلق بالعلم يعني طبعا كثير انا ضارب المثال لنشوف واحد يجي اليوم يقول ما يمتلك زمام الامور تضرب مثل يعني كنت سامعيها كذا مره. الملأ اللي اجوا من بني اسرائيل بعد موسى ما يصرخون ينادون قالوا لنبي الله هو يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. زين الله بعث لهم طالوت صرخوا عارفين يعني ان المملكه بيت وال هي بنو اسرائيل المملكه بيت واللي هو بيت المملكه بيت يوسف
على نبينا وعلى آله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والنبوة في بيت بنيامين أخو يوسف. اختلفت ذاك اليوم الملك طلع يعني مو من ولد يوسف، صرخوا إنا له الملك علينا من وين يعني، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قوة وشجاعة. هاي القوة والشجاعة متلازمتين. القوة سخرها لمن؟ لطاعة الله سبحانه وتعالى، لتحقيق العدل. لا تأخذه لومة لائم، تريد تعرف الجماعة. هو اليوم انت شايف يعني وين من صف الأخبار، هذا كل من قول النبي في ذلك اليوم. مدفوع للنبي صلى الله عليه وآله، يقول يعني بالمصطلح العام يتشف إلى ابن عمك، لطالما يقول أنت دائما تقدم ابن عمك علينا. زين أمير المؤمنين بيوم خيبر أرمد، يعني بيه رمد الصليبي ما يشوف، قال هاي فرصتكم، شال الراية ودفعها للأول. وراح منا غزة الصوب، مو بالعراق ولا في سوريا، هم المتخلفين هكذا، ما اتضحت الرؤية لهم. اليهود عارفين انتم 100 متر سنين، ومن يعني لا يقاتلونكم الا من الا في قرى محصنه او من وراء جدران، يعني قلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء الذين هم احرص الدنيا على الحياه، يعني احرص الناس على الحياه الدنيا هم. فطرشوا الاول، قالوا له روح. وصل شاف اليهود متلترسين وغباب وصميه، صلى يفتحونه 40 يسقونه 40، تراجع شويه، قال شوروا علي اكو قلاع واكو جاء، قال تقدم قدم، جت الحجاره من فوق، رجع. مين متضحى؟ مين متضحى الى الرؤيه؟ وين صلابه الايمان اللي عنده؟ وين الثبات والصبر اللي رايح داش يجاهد في سبيل الله؟ اللي رايح يجاهد في سبيل الله مو خايف نبلة تصيده طعنة روح ضربة سيف بعجل خوشك، لا، رايح موطن روح على لقاء الله سبحانه وتعالى. هنا يعبر عنها بصلابة الإيمان. لا تأخذه لومة لائم، لا، رايح يعلم على من ينصر الله، الله ينصره ويثبت أقدامه. يعلم أن عبدي ضعني تكون مثلي، أقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون. هؤلاء اللي عندهم صلابة إيمان، مو اللي طلع راضي من الخوالف راح منه عند درب ثاني، هذا قال فيه الثاني يحكي لك الأول، خلنا على كتاب الثاني نفس العملية، لو طلع رجعوا اثنينهم كل واحد يجبن أصحابه وأصحابه يجبنه، يعني كل واحد يقول للثاني كله منه. الثاني انطبع عليه قول عند سعد بن عبادة يوم اللي قال فيه كرار في اللغو والجدال، فرار من الزحف والقتال. يا أخي منا غزة مو مناك، الوين راحوا؟ شوفوا هذولين اليوم يقولون ما اتضحت الرؤية، هذا الرجال راح شاف اليهود ورد رجع، رمى سهامه على أهل البيت، أنشأوا فرقة عاقدة ناقمة، انفرد من هذه الفرقة مجون عقائدي ملازم لحق أهل البيت، وصار هذا اليوم. يقول ليش هذه الجيوش متحاربين ووزعينها في سوريا وبالعراق، مو في سوريا، ليش ما رحتوا غزة؟ قال غزة هو طلع اليوم، يعني اليوم في فيديو يقول غزة شيعية، يعني لهالدرجة وصل عندكم؟ ما اتضحت الرؤية، أطفال عندهم تحت الأرض مطلعينهم مذبحين، القنابل والقناقيد الغضب اللي تنزل من الإسرائيليين على الفلسطينيين مطلعين من تحت الرماد أطفال، 75 طفل من 300 قتيل، 75. وللآن ما اتضحت الرؤية عندكم؟ 1400 عام صار انكم تحاربون غلط، واندفاعكم بحقدكم بضغائنكم إحن وإرغان مضمرة في القلوب إلى يومنا هذا، وتقول لك ما اتضحت الرؤية، نحرنا السيد، يقول لك لا ما قال السيد، أعوذ بالله، قال السيد لهذه الدرجة وابنه، قال ليش ذبحتونا؟ ليش ما رحتون وزعتون جهدكم بفلسطين؟ قال لما اتضحت الرؤية، متى تتضح؟ لين ما ينفنون هذولين العزل مضيقين من اليمن، ما اتضحت الرؤية، يقول لك متى تتضح الرؤية عندك؟ مو هذا صاحبكم الذي صاحبتموه
ووطدتم لفكره وإلى سلطن النموذج من داخل اليوم إلى اليوم فقط للحق والإلحاد. كان واحد مو جافد بصلاة أو يتجه صوب البقيع أو يجون يحابونه ويضربونه. خو العربد على باب الحرم شوف هذا، هذا مغطي الطرف عنه فقط، لا تشوفه حامل الكتاب ومتجه ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كان عليه من هؤلاء أن يرضوا أن يكونوا مع الخوالف هم هؤلاء اليوم. هاي اللي رجع يقول لي ليش رجع؟ أترضى أن تكون مع الخوالف؟ قال كل منكم، قال هو مننا، منك أنت، أنت القائد، ليش رجعت؟ أوليس أنت من قلت لطالما أنت تقدم ابن عمك ما أعطيت الفرصة؟ هذه أفضل فرصة. شوف وصمة العار اللي نزمت هؤلاء حينما وقف أمير المؤمنين أمام النبي صلى الله عليه وآله وهو أرمد العينين، مسح على ريقه، مسح على عينه من ريقه فارتد كأن لم يكن، فدفع إليه بالراية. أيوة غدا وما قال لهم قدامهم يعني، وغدا لأعطين الراية لفتى كرار ليس بفرار كرار، هذه شهادة حق في شجاعة أمير المؤمنين وأقدامه، ووصمة عار على المتخلفين من الزحف. الآن وينكم؟ بس واقفين كل من حط الإمارة، هذا أمارة الجولاني أمارة والبغدادي أمارة وما أدري شنو أمارة، ويتنازعون الله سبحانه وتعالى يكفيكم. يعني أنت لو تحسبها بالمقياس قبل 15 سنة وتحسبها اليوم، يعني ادخل إلى أرض العراق تجد نفسك آمنا في وين؟ في الأماكن التي يتواجد فيها فكر علي بن أبي طالب، دين علي بن أبي طالب اللي قال عنا في محكم كتابي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين إسلام علي بن أبي طالب. في باقي الأماكن اللي مفرخة فيها وقابلين بها رؤوسهم كل يوم تذكر، الحرمات تهتك والأعراض تستباح، لم يبقى لهذا الفكر إلا هذا التشويش الذي هو اخترعه، كل بسبب شنو؟ أن لا يعترفوا، أن لا يقولوا إن في ذلك اليوم فرقة قد مجلت عن الدين ونحر مولانا أمير المؤمنين. يا من أنكرت من آيات أبا حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالآيات جحدت مقام أبي شبر، فاسأل أحدا واسأل بدرا واسأل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرض الكفار ومن دمر، من هد حصون الشرق ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طاها وعلى أهل الإيمان له أمر، قاسوك أبا حسن بزور فهل بالطول يقاس الدور؟ أنا ساروك بمن ناووك فهل سارون عليك أنبر؟ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، قطبا للحرب يدير الضرب ويجل الكرب بيوم الكرب، فاصدع بالأمر فناصرك المتار وشانئك الأهتر. كيف له لؤم تجرع سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، كيف له لؤم تجرع في محراب صلاة الفجر؟ شلون يتجرع هذا الشقي في محراب صلاة الفجر؟ شق الهام، شق الهام بسيف الطاغي، باح منك دماغ تجري، فزت رب الكعبة صرخا فاق منها من لا يدري. يوم ليلة كاملة أمير المؤمنين كان همه المسلمين، مسجل ذكري وأمي، مسجل على فراشي، وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني أخرج لكم من هذا جاري نارا، ملأتم قلبي قيحة، ما يقف واحد إلا شعر كم براسي، شيطان فوق كل شعر من راسي. هؤلاء الذين كانوا يمارون، هؤلاء الذين كانوا يجادلون، همه الأكبر بأبي وأمي قبل رحيل أن يتسلوني قبل أن تفقدوني، بني عليفني للمسابة،
مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه من اللحظات اللي خرج فيها يعلم إلى أين تؤول الأمور، من اللحظات التي كنا فيها الصوايح وهو يقول صوايح تجمعها الواحد، من اللحظات التي شد فيها معزره قال اشدد حيازيك للموت، من الوقت الذي دخل فيه وصلح بالأذان صوته حينما كان يقول الله أكبر، ولم يكن بيت في الكوفة إلا وسمع أذانه وأنست أذنيه بصوت أمير المؤمنين، من اللحظة التي كان يقول لذلك الذي تعبط شرا لو شئت أخبرتك ما تحت الثياب لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين، ويعلم عن المطلق أنه تحت الثوب يروم لأمر تكاد السماوات والأرض أن ينطبق. مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في وقوفه للصلاة، وهذه صلاة الإيمان اللي حكينا عنها البارئ منه، حينما وقف للصلاة مولانا أمير المؤمنين يعلم على أن وقوفه بين يدي الله أن فرغ قلبه من كل شغل يشغله عن ذكر الله، وعاين بسره عظمة الله، وترك الناس ما هم فيه والدنيا وما هم فيها، وتذكر وقوفه بين يدي الله، فلما هم ساجدا سجد لعظيم في تكبيره، يعني ملأ بتكبيره الخافقين، ما يعلم يعني ما يعبأ بهذا الذي قد جاء شاهرا سيفه، وحينما هوى على ذلك الساجد قد هوى العرش لمن فيه لأن كبر جبريل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، وحينما مزج دمه واختلط بمحرابه وتراب المحراب كان ينادي مولانا أمير المؤمنين فزت والله ورب الكعبة، وحينما كان حوله أهله وبنيه وبين فينة وأخرى وكان جل المسلمون ينتظرون، كان كلما يخشى عليه كان المسلمون ينادون وإماما، وتسمع مدينة أهل البيت على وتر هذه الصيحة زينب وأخوان زينب ينادي الوادي عدا وعليا، أمير المؤمنين يربط الإمام الحسن يقول سكت الهاشميات ما ليت صوتهم يطلع عند هؤلاء عند الأغراب، ويأمر أن يصرف المولانا الإمام الحسن جل المسلمون انصرف، ولكن الأصبغ ابن نباته يقول انحنيت أقبل قدمي الإمام الحسن، قل دعني أنظر إليه، نظرت إليه وكان بين يديه طبيب لكن رأسه معصب بعصابة صفراء، لا أعلم تلك العصابة أصفر أم وجه الإمام أصفر منها، وكان قد ذبح للطبيب شاك واستخرج منه رئة ومن تلك الرئة استخرج عرق، أدلى ذلك العرق في جرح الإمام بأبي وأمي، وحينما استخرجه لطم على رأسه ونادى سيدي يا أبا الحسن أحد عادي فإن والله ضربة الرش مسمومة وقد بلغت إلى الدماغ، صاح أهل البيت صيحة واحدة وإماما وعليا، فزعت لها زينب وأخوات زينب بالصيحة وأبتا، عندها أمر مولانا أمير المؤمنين بإدخال أبنائه ولادهم كل واحد باسمه، ندع زينب باسمها والعباس باسمه والحسن بن الحسين بأسمائهما أيضا، ثم أمر الطاعة بإلزامها إلى الحسن والحسين، ثم نظر إلى الإمام الحسن وقد بدأ بإعاد وصايا وعهد عهدي إلى الإمام الحسن، ثم قال وكأني بك يا حسن مسموم وكأني بك يا حسين مذبوح في أرض يقال لها كربلاء، ثم نظر إلى زينب وقال وكأني بك سبيا في أرض هذا المصر وكأني برؤوس أخوى أخوانك معليات على رؤوس الرماح، عندها لطمت على رأسها ونادت وضيعتا من لنا غيرك يا أمير المؤمنين، ثم نظر إلى الحسن وقد تقاصرت والنادى، فلما نظرنا نظرنا إليه بنات الرسالة لكن ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون، نادون أبونا يا حسن من خير اللون، اتحرك يا ولد المرتضى وبطل ولينا
والتفت لولاده وصدرهم بعينه وقال لهم كلام يا اولادي تسمعوا لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا. جني بشل الحسن فوق الفرش نايم والسم جرد مقطع وحول الهواشم والقلة تجري عبر الدم والدمع سهاجم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون. واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عضيد حسين برض الغادرية جني اشوفه بهالثرى طايح رمية من حال الشبان بالعصاي والنور. وزينب انفجعت يوم سمعت هالوصية صاحت عجل يا ابوي من وصيت بيا قالت يا ابوي اول الدلة علي يا ريت بعدك هاليتامى لا يضيعون. اتحرك يا ويلي صاحب النفس العطوفه وصدوني ده زينب وعبرات ظروفه بالعزيز الغالي عنه يعني عزيزه ومدلله بهذا المصر بوجوده لكن لما يقل لها كانك سبيه على جبل الظاهر بغير قطائم ولا بطاء من حولك نساء مدعوات يغنون لان صياط القوم تتنوع على مدونهم وكاني بروس يا اخوانك هؤلاء الصناديد اليوم اللي محتفين حولي رؤوسهم عبوا عن ليالد على الرماح. اتحرك يا ويلي صاحب النفس العطوفه وصدوني ده زينب وعبراته دروفه جني اشوفك حايره وسط القوفه ويا يتامى على الهجر كلهم يونون. فما زال فيهم يدعو كل واحد باسمه واذا به قد علم جميله وسكن انينه واستقبل القبلة ثم قرأ شيء من القرآن فقدمه ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون الله خليفتي عليكم وهو نعم الخلف ثم مد يده وأسفل رجله وأغمض عيناه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة. هل من منادي يا أيها علي هل من منادي يا أيها سيدة ضج المسلمون ضج واحد وإماما فزع الأهل كلنا والأرامل والمساكين من كل حرب وصوت وهم ينادون وضيعة وفي تغسيله وفي إدراجه في أثوابه لكن زينب ما تمالكت حينما رأت أباها مندولا على المرتسل انفجرت منها لكن شافت أبوها والدموع انفجرت العين وصاحت عسب عيده بلم سيئة. آخ يا حسن شيل عمامي طفى الجرح شدوه وبهتاي فوق المغتسل يا حسين وبهتاي قلبه عاد يشد الجرح زين. ايسين دفع الوجه
ذبح العالم يهودي وجد وين لكن باكر يهودي هالمنا تقبل اللهم عزانا شافي مرضانا فرج ما عبي الحاضرين فردا فردا في انفسهم ومتعلقيهم ومن يلوذ بهم الهي من ارادنا بسوء فارق ومن كان نافقه الهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا امنا في اوطاننا امنا ايدي الظلمه ان تصل الينا رد كيدهم في نحورهم اشغلهم بانفسهم عنا يا الله اللهم انصر الاسلام والمسلمين وايد علماء الدين العاملين في مشارق الارض ومغاربها اللهم اطلق سرانا قدهم جميعا مغربائنا وحرائرنا ورموزنا الى امير سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين لا سيما الحاج عبد الرؤوف القائم على هذا المجلس وابنه ايضا الحاج عبد علي الحاج احمد كل اسرانا كلهم ان شاء الله تقر اعيننا بهم ان شاء الله وعيون امهاتهم واهليهم بعودتهم اليهم سالمين غانمين ان شاء الله اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين وموتى المؤسسين ومن مات على الايمان ولا سيما الشهداء نهدي جميعا ايضا لا ننسى الحاج ابو ياسين الى ارواحهم وارواح موتى الحاضرين وموتى المؤسسين نهدي جميعا ثواب الفاتحه المباركه تسقط الصلوات على محمد وال محمد.